بتاع ده بالبانجلاجيشن. وطبعا احنا لازم في حالات اللي هي الناس اللي عندهم اكتف فريش بليدنج لازم نعمل بقى الاندوسكوبي وندخل الديدينم ونغسل ونشوف الفاندس كويس قوي، علشان ما تجيش انت من بره بره كده تعمل بانجلاجيشن وتطلع ويكون السورس اوف ذا بليدنج ايه داون ووردز. خلاص لخبطتني يا اخي. وبنعمل انجكشن الباند كافي بيه البتاع ده. الكومبليكيشن اوف باند ليجيشن ديفلوبمنت اوف اسفجيال السرز، بس بتبقى شالو وفاست ريزوليوشن، بكتيريميا ويتش از ليس كومن ذان الاندوسكوبيك انجكشن سبليت ثيرابي، او ميكوزال تير او رابشر فاريسز او اسفجيال بيرفوريشن. طبعا لو برضو قدامي حاله فاريسيال بليدنج واكتف فريش بليدنج والاندوسكوبست مش افيلابل وكده، فاحنا ممكن نعمل له اللي هو الكومبريشن او التامبونيدنج عن طريق اللي هو سانجستيكن تيوب او لينتون نيكولاس تيوب. دي بتبقى عباره عن بريدج ميجر، يعني مش دي علاج يعني لغايه اما تستوب ذا بليدنج في الاول، وبعدين بعد كده تتعامل معاه. الكومبليكيشن ممكن يحصل ري بليدنج افتر ديفليشن او اسوفجيال رابشر او مايجريشن اوف ذا تيوب او اسبيريشن. الاهم من ده ان انت يو ستوب ذا بليدنج في ديفنتيف تريتمنت بقى. يعني انا دلوقتي يو ستوب ذا بليدنج، الراجل اللي كان جايب فريش اكتف بليدنج وعملت له الشغل بتاعه انجكشن ثيرابي يا فانداليجيشن، الديفنتيف تريتمنت اللي هو الترانسجيجولار انتر هيباتيك بورتو سيستميك شانس او هنقول عليها تيبس، والسيرجري ان انت تعمل له الديستال لاينو رينال شانس او ليفر ترانسبلانتيشن. دي التيبس دي بتبقى عباره عن بيشتغلها اللي هم الانترفنشنال راديولوجي، بيعملوا انستموزس بتوين الهيباتيك وبتوين البورتال فين عشان تو باي باس اللي هي الجاستريك فينز اللي عامله لي فاريس. الكومبليكيشنز اوف تيبس، ريسك اوف هيباتيك انكفالوباسي از فيري كومن، وليفر فيلير وشنط ديسفانكشن او ستنت مايجريشن او بورتال فين ثرومبوز. الكونكلوجن نمبر 2 في الاكتف فريش بليدنج، لو واحد بريزنتد باي اكتف فريش بليدنج وتعمل له منظار هتشوف بقى ده اكتف بليدنج، تحاول تعمل له البانديلايجيشن او سكليروثيرابي. لو كنترول ذا بليدنج يس كونتينيو فازو اكتف دراجز فور 2 تو 5 دايز وستارت اللونج تيرم تريتمنت وهم البيتا بلوكرز. لو دونت ستوب ذا بليدنج تعمل بالون تامبونيدنج وتعمل له الديفنتيف ثيرابي زي التيبس او الايه السيرجن. السكندري بروفلاكسز يعني بعد ما وقفت التريتمنت ايه الحكمه بتاعتها، عشان الري بليدنج از فيري هاي اباوت 50% ان 6 ويكس اور 60% ان 1 تو 2 ييرز. الاوبشنز بديله يا بيتا بلوكرز يا بانديلايجيشن تريتمنت، او بعمل له تيبس اللي هو التيبس دي بقى اهميتها ان هي ات ويل ريديوس ذا بليدنج ريت والكومبليكيشنز بتاعتها ات ماي انكريز ذا هيباتيك انكفالوباسي فريكونسي. الجاستريك فاريسز 20% of patients with portal hypertension have gastric varices. Bleeding about 25% within 2 years after diagnosis. المورتاليتي اكتر في الجاستريك البليدنج جاستريك فاريس اكتر من الاسوفجيال فاريسز، والري بليدنج ريت اكتر برضه من الاسوفجيال فاريسز، والميديكال تريتمنت فور جاستريك فاريسز لايك الاسوفجيال فاريسز اللي هو البيتا بلوكرز. الاندوسكوبيك تريتمنت بعمل لهم الاندوسكوبيك بانداليجيشن لو اللي هو التايب اللي هو اكستندد للليسر كيرفتشر، بتعامل معاه كانه اوسفجيال فيرس بعمل له بانداليجيشن، او اعمل له اللي هو الاندوسكوبيك اوبتيوريشن لو جوف 1 اكتر من 2 سنتيمتر، او اللي هو الجاسترو اوسفجيال فاريسز 2 او 1 او 2. لو دول فيلد بعمل تكنيك هقول لكم دلوقتي اللي هو البيرتو تكنيك او التيبس. الاندوسكوبيك فاريسيال اوبتيوريشن السكسس ريت اباوت 90% افكتيف ان بريفنشن اوف ري بليدنج، وطبعا بستخدم الهيستو اكريل. طبعا الدكتور خالد الباسل والناس كلها عارفه الشغل بتاع الهيستو اكريل بيبقى عايزه تركيز شويه، ان انت بتشوف البيتنسي اوف ذا انجكتور قبل ما تعمله وتفلاش بليبيدول في الاول، وبعدين تعمل فيري جود ميكشر. وانت الحاجات دي لازم تعملها بعينك وتشوفها بعينك، ما تعتمدش على نيرس ولا اسيستنتس لغايه ما تطلع الليبيدول وبعدين تدخل على الفين وتنجكت انترافاريسيا للميكسشر بتاع الليبيدول والهيستو اكريل، وبعدين تفلاش بحوالي نص سنتي ليبيدول تاني، وبعدين وانت في مكانك كده تفلاش بسلاين وتطلع بالابره على طول. بس ده نوت ابروفد باي يو اس اي اف دي اي. ده حاله فاندال فاريسز، وشايفين البليدنج يعني بيضرب في عينك على طول، حاجه يعني شديده جدا. طبعا اتعمل له
هيستو اكريل انجكشن. طبعا المهم في شغل الهيستو اكريل ان انت بتلوكالايز يور سيلف، يعني انت التارجت بتاعك تقرب وتقرب من المنظار منه كويس قوي قوي، وتطلع الكاثيتر بتبقى يعني في حدود من سنتي ل 2 سنتي تتعامل، وبترود ذا نيدل وتدخل على مكان، لو يعني يفضل لو انت دخلت على البانكتم او السايت اوف ذا بليدنج ايميديتلي، وانجكت الهيستو اكريل ميكشر في هذه الحته. هو ابتدى هو يحصل ايه اكستروجن للجلو، هو حقن ولقى حته برضو سبونج لايك او حته سوفت شويه فبيحقن اكتر فيها. ووش بس دونت دو ساكشن، تمام. اهو الجلو ابتدى يطلع من الحته اللي حقن فيها، يبقى ده افكتيف انجكشن. اللي هو الهيستو اكريل انجكشن الكومبليكيشن سيستميك امبوليك ايفنتس، يعني ممكن تبقى عامل للراجل هيستو اكريل يبلغوك مثلا بعد يومين ثلاثه ان هو جاله هيموبليجيا، بالاكثر بيجيهم سيريبرال، او ممكن يجيله سبلينيك انفاركشن، او ممكن يجيله سيبسس او جاستريك ألسر او ميزنتريك هيماتوم. ده الاندوسكوبيك فاريسيال اوبتيوريشن السكسس اوف انيشال هيموستيزيس اباوت 93%. في بقى حاجه انترفنشنال كده في حالات بيعالجوا بيها برضو الجاستريك باريس، حاجه اسمها بالون اوكلودد ريتروجريد ترانسفينس اوبليتريشن، بيشتغل الانترفنشنال راديولوجي بيدخل ريتروجريد كاسيتر، بس الناس دول لازم يكون عندهم سبلين ورينال شانس، بيدخل في السبلين ورينال شانس بالبالونه دي ويأكلود البالونه، بيحصل ريزوليوشن فعلا للجاستريك فاريسز، وات كان ديكريز الهيباتيك انكيفالوباثي اند كان امبروف ليفر فانكشن. خلاص السايد افكتس اجريفيشن اوف اسايتس اور اجريفيشن اوف اوسوفجيال فاريسز، ودي بتتعمل بس في الحالات اللي عندها سبلين ورينال شانتس. السيرجري يا اما نعمل لهم شانت سيرجري زي البورتو كيفال شانتس او ديستال سبلين ورينال شانتس. النون شانت سيرجري طبعا العبقري الدكتور حساب فكر فيها كويس زمان وعملها، اللي هو الجاسترو اوسفجال دي كونجيشن وذ سبلينكتومي، او بعمل اوسفجال ترانسكشن. الريسك اوف ليفر فيلير اور هيباتيك انكفالوباثي، طبعا الجراحه دي سالفج ان بيشنت وذ ريلاتيفلي ويل بريزيرفد ليفر فانكشن، يعني ما تعملش جراحه الا غير ان ذا بريزنس اوف فيري جود ليفر فانكشن. كونكلوجن نمبر 3، لو عندنا حاله اللي هو جاسترو اوسفجال فاريسس تايب 1 هعمل له بندلايجيشن او الهيستو اكريد انجكشن، لو تايب 2 او ايزوليتد جاستريك فاريسز 1 بعمل لهم الهيستو اكريل، لو جود كنترول بعمل سكندري بروفيلاكسيس عن طريق يا اما التيبس يا الهيستو اكريل، لو نو جود كنترول اوف ذا بليدنج بعمل السالفج ثيرابي اللي هم اشهرهم اللي هو السيرج. اخر حاجه الريكتال فاريسز ريلاتيفلي انكومن اوفن فيتال وين رابتشر، mostly cases reports there is no guidelines، يا اما بعمل لهم band ligation يا اما injection screen therapy يا اما بعمل لهم tips. خلاص. Oh, thank you.